Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Ya'lamu ma fis-samawati wal-ardhi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidhatis sudur. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dhalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من
أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور.